مرة أخرى أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم وصوت الجماهير. والحقيقة شفنا الجهد الوفير اللي بتقوم بيه رجال الشرطة في كافة ربوع مصر، وكان معنا نموذج من محافظة كفر الشيخ من خلال التقرير اللي أعده الزميل محمد عامر وأخرجه المخرج رفعت السرادي، وطبعا كان من تقديم الزميل وائل صبري، كان مع اللواء صلاح حكاشة مدير أمن كفر الشيخ. وشفنا إن المخدرات تعتبر هي الدافع الرئيسي والسبب الرئيسي للعديد من الجرائم الأخرى، وهي جرائم السرقات وبعض الجنايات. والحقيقه كل يوم معنا تقرير اخر مع رئيس مباحث كفر الشيخ، ولكن هستكمل الحوار لجزء ونرجع لدكتور احمد عبد الخالق سلامه. دكتور، ظاهره المخدرات انتشرت بشكل كبير جدا، وانتشرت ايضا بين شباب الجامعه. من المفروض او من المعروف ان شباب الجامعه هو شاب لا بيعاني من البطاله ولا بيعاني من اي مشكله اخرى، ده انسان كل دوره ان هو يتعلم. ازاي دخلت المخدرات الى الجامعات المصريه؟ هي احنا عايزين نتكلم عن 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 الثلاثي الخطير اللي له دور في محاربه هذه الظاهره. انا بقول محاربه الظاهره كثوره بالظبط، يعني تبقى تاخد نظام الثوره. نعم. انا في كل ربوع مصر، في الريف، في المدن، في القرى، لازم الشباب هو اللي يقوم بالدور ده. اولا الاعلام اول حاجه بيلعب دور خطير في علاج هذه الظاهره. نعم. المفروض الاعلام طول ما هو شغال في حاجات مش مظبوطه يبدا يشتغل على المخدرات. أيوة. الإعلام. تاني حاجة القانون أو رجل القانون. القانون أنا بهمس بس في كل قاضي قاعد على منصة القضاء أن لا تأخذه رأفة بتاجر مخدرات. نعم. لا تأخذه رأفة بتاجر مخدرات، فإعدام هذا التاجر هو حياة لشبابنا. تمام. ما فيش شك طبعا أن المخدرات ليست فقط تقع تحت طائلة التجريم، وإنما أيضا تحت طائلة التحريم. والحقيقة احنا محتاجين احنا نستمع إلى رأي الدين ونصيحة دينية.